ازيكم يا بنات؟ النهارده جبت لكم وصفه حلوه جدا للشعر، تطويل وتكثيف وانبات الفراغات، وهتنعم شعرك بشكل رهيب جدا. وصفه حلوه جدا بمكونات جميله قوي، هتفيدك بجد بجد في وصفه النهارده. لو عايزه تعرفي وصفه النهارده كملي الفيديو للاخر، وما تنسيش الاشتراك في القناه ولايك وشير وكومنت للفيديو. اول مكون معانا في وصفه النهارده، وهو مكون حلو جدا جدا، بيساعد الشعر، بيساعد في انبات الشعر وتكثيف الشعر. ولو عندك فراغات في شعرك او قشره كمان، بيعالج لك القشره نهائيا من اول او تاني مره استعمال، تمام. وكمان دي لو يعني المكون ده لو انت حطيتيه على شعرك كل الاطراف، هيخلي شعرك حرير جدا. وصفه حلوه ومضمونه. هو مكون ايه بقى؟ مكون الجاز الابيض للشعر. ناس كتير قوي مش هتحب الفكره وهتقول ازاي جاز، بس يا جماعه بجد والله الجاز ناس كتير جدا وممثلات كتير قوي استخدموه وقالوا عليه ان هو يجنن للشعر. الجاز طبعا لازم، بصي انا زي ما انتوا شايفين كده، انا جايبه جاز ابيض للشعر مخصوص، مش اللي بنجيبه مثلا من عند بتاع البويات او الحاجات دي، لا انا ما انصحش بالكلام ده. انا بنصح بالجاز الابيض بتاع الشعر اللي احنا بنجيبه من اي ماركت، او اي ممكن تجيبوه من الصيدليه او اي مكان معروف يعني، تمام. باقي المكونات بقى ازاي هنستخدم ايه؟ اول مكون معانا غير الجاز الابيض هنستخدم زيت الخروع. الجاز الابيض طبعا ما بيتحطش على طول على الشعر من غير اي حاجه تخففه، لا بنحط زيوت تانية. الجاز الزيت الخروع من الزيوت الحلوه اللي بتكثف الشعر جدا، فهتنفعنا في وصفه النهارده. وتاني زيت معانا وهو زيت الروزماري، برضو من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي بتكثف الشعر. هنحط معلقه، الحاجات دي كميات، نحط معلقه من زيت الخروع، زيت معلقه من زيت الروزماري، وتالت زيت معانا هو زيت الجرجير، هنحط معلقه من زيت الجرجير. برضو الحاجات دي بتساعد جدا في تطويل انبات الشعر وتكثيف الشعر بشكل حلو جدا. وبعد كده بنحط معلقة من الجاز الابيض. احنا كده حطينا من كل مكون معلقة واحدة، يعني مقادير متساوية تماما. الجاز ده ريحته اللي انا لاحظته ان هو احلى من بتاع البويات. في ايه؟ ان الجاز اصلا ريحته فظيعة، طبعا كلنا عارفين حاجه زي كده، بس الجاز اللي انا اشتريته ده ملوش ريحه، ليه ريحه طبعا، ريحه جاز بس مش قويه. يعني انا لما حطيتها على شعري وانا خلطه معاها الزيوت دي، كانت الريحه القويه اللي باينه كان زيت الخروع. تصدقوا بقى زيت يعني الجاز ما كانش باين اصلا ريحته، زيت الخروع هو اللي كان ظاهر قوي ريحته. وزيت الخروع عادي اول ما بنغسله خلاص الريحه راحت، تمام. بعد ما نحط الكميه، ازاي بقى نستخدمه على الشعر؟ احنا بناخد بعد ما بنقلبه مع بعض، اول حاجه طريقه الاستعمال مهمه جدا، ان احنا شعرنا ما يكونش ناشف. الجاز ما ينفعش يتحط على شعر ناشف، لازم نسيب شعرنا مبلول، مش يكون مبلول بينقط يعني وغرقان ميه، لا يكون مندي، تمام. وبعد كده ايه، بناخد اطراف ايدينا كده نحط، نبدا في نحط على فروه الراس اللي هي الجذور، بس تتاكدي طبعا ان انت يكون فروه راسك ما فيهاش مثلا، في ناس بشره يعني فروه راسها على طول ملتهبه على طول فيها حبوب، لا طبعا ما تحطيش جاز وانت فروتك تعبانه كده، عشان ده هيهيج الفرو اكتر. نبقى متاكدين ان ما فيش اي التهابات او اي حاجه في فروه راسنا. نبدا نحط على الفروه كلها، وبعد كده نبدا نمشي على شعرنا كله يعني شعرنا من اول الفروه لحد الاطراف يكون عليه الخلطه دي. وبعد كده بنسيبه من ساعه لساعتين ماكسيمم، ما نقدرش نحطه اكتر من ساعتين. يعني الجاز ما ينفعش تحطيه على شعرك وتنامي، حتى لو ريحته مش ظاهره قوي، بس الجاز اصلا ما ينفعش يتحط كتير على الشعر، هو اخره ساعتين عشان ما يعملش يعني ما يعملش حاجه عكس، ساعه او ساعتين بالكتير قوي. وبعد كده بتغسلي شعرك عادي بالشامبو. والجاز اهم حاجه بعد الجاز ان انت ترطبي شعرك بالبلسم او حمام الكريم المناسب لنوع شعرك، وبس كده بتغسلي شعرك وتمام كل حاجه. بعد ما بتغسليه من اول استعمال هتحسي فرق جدا في شعرك، ومع الاستمراريه هتلاقي بقى الفرق اكتر واكتر في الطول والكثافه والانبات والنعومه وكل الحاجات دي. بنحطه مره واحده بس في الاسبوع، مش هنحطه مرتين في الاسبوع، لا الجاز بيتحط مره واحده بس في الاسبوع بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، واضمن لكم ان شاء الله الوصفه هتعمل معاكم فايده حلوه جدا. في ناس عايشين اصلا على الجاز الابيض وبيقولوا ان هو لولا الجاز الابيض كان شعرهم راح في داهيه، ففي ناس كتير قوي قوي بتشكر. وفي برضو جانب اخر بيقول ان الجاز مش حلو، فانا بصراحه يعني انا شايفه ان كل واحد يجرب على شعره ويشوف هل هو فعلا فات شعره، ولا مثلا حس بان شعره نشف، شعره حصل فيه مشكله. انتي بقى وشوفي انتي ونوع شعرك، يعني في ناس وممثلات شكروا جدا في الجاز، وفي ناس عاديين قالوا لا ده وحش مش حلو. فانتي جربي شوفي شعرك عامل ازاي،
وجربي مره مش هتخسري اي حاجه. جيبي زي ما قلت لكم جيبوا الجاز الابيض اللي هو للشعر مخصوص، مش الجاز اللي بنجيبه من عند البويا الراجل بتاع البويا. بس كده هو ده فيديو النهارده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، واعملوا كومنت لو عايزين الفيديو الجديد. وبس كده، مع السلامه.